وحشني قوي يا ماستر. والله عدتكم هنشبع منها. احنا بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا ماستر. ان شاء الله. نار الزمخرف هنا البيض بحر راسي. ازيك يا تتح؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا ابني بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو. كيفية الحس و في الاسنجان غاوي حس وانت ساتر ربنا يرضي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. اهياني سلامتك يا قلبي. هادي هادي خلاص بقى هادي. هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقى بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه. مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى انت بتضربني بجد؟ ايه هز؟ اما اكلمك بص لي هنا. بص لي هنا لما اكلمك. ايه؟ كبرت؟ خلاص؟ زورك بقى وسع كده؟ هنجركزك بقت عريضة؟ خلاص بلغت؟ كان لازم مطاطي كان لازم مطاطي هادي عشان خاطر الريح تعدي وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوك يا حسوة ده ولا حاجة يا ابني. انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع وانت برضه كمان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألد حاجة ألذ حاجة إن أنت تكون نايم وواكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. عايز إيه تاني؟ نايم متظبط نفسيا محطب وزي الفل. في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنة اللي هنعيدهم في الدنيا. أوعى تكون حاطط فكر في دماغك إن أنت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصة دماء. يا هات إحنا هنضيف على الدنيا خلاص ويا بخت منظره خف. والله يا أخي مش عارف أقول لك إيه. ايوه كده ارجع لاصلك قر. تعالى خد موته كده. تعالى خد مخالك يا وسخ. تعالى تعالى خلاص كده. ده احنا خلاص من نازل خلاص. طيب انت هتتحرش بيا خلاص. خدك سجيد بردك. تعالى